خف قبل ما يقلب علينا. ونبدأ مشاهدينا هذه الجولة مع صحيفة القدس العربي، وجاء في عناوينها لهذا اليوم: المعارضة السورية تفتح معركة لتخفيف الضغط العسكري عن الغوطة الشرقية لدمشق، وتنتزع منطقة استراتيجية في ريف حما. حراس الدين تنظيم جديد موال للقاعدة يجمع المنشقين عن تحرير الشام. إلى صحيفة الدستور الأردنية التي تحدثت عن المناورات المشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وقالت: جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس. ومن قطر اخترنا صحيفة العرب والتي جاء في عناوينها لهذا اليوم: رئيس الوزراء يدشنها وتأكيدات على تعزيز القدرات البشرية التخطيطية، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تكسر آثار الحصار. صحيفة المدى العراقية بدورها تحدثت عن الخلاف السياسي الحاصل داخل البرلمان المحلي، وقالت: البرلمان يناقش اعتراضات معصوم على الموازنة قبل الرد برفضها. إلى صحيفة عمان اليوم التي تابعت التوتر الروسي البريطاني وعنونت: موسكو تنفي أي دور لها وتصف الإجراء بقصر النظر. بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم جاسوس سابق. ونختم هذه الجولة مع صحيفة الجمهورية اللبنانية التي عنونت حول الانتخابات المرتقبة، وقالت: اللوائح في حقل ألغام التناقضات. ومع صحيفة الجمهورية مشاهدينا نختم عناوين الصحف لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد على رأس الساعة المقبلة. الآن عودة للزملاء.